وقعت جائزة تقدير العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز المعارف العلمية وتطوير قدرات الموظفين والعمال بدبي. وتتيح المذكرة للعمال المتميزين الفائزين بالجائزة وأبنائهم الراغبين بتكملة دراستهم الجامعية فرصة الحصول على خصومات خاصة جدا من الجامعة لهذه الفئات في مجالات الدراسة الجامعية والدراسات العليا والتدريب المهني والتطوير والبرامج الأكاديمية المهنية بما ينسجم مع استراتيجية حكومة دبي الهادفة إلى تطوير آفاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة لمنح الشهادات الجامعية والدراسات العليا وتطوير مهارات وكفاءة الموظفين والارتقاء بأدائهم الوظيفي. تم توقيع اتفاقية مع جامعة روشستر وهذه تعتبر إضافة نوعية لجائزة التقدير اللي هي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. هذه الاتفاقية حقيقة تعتبر قيمة مضافة لجائزة التقدير وللعمال في إمارة دبي. بإمكان العمال الحصول على منح دراسية في جامعة روشستر ويحصل على خصومات تصل إلى 50% بالإضافة إلى منح مجانية لأبناء العمال المتواجدين في إمارة دبي، وهذا يعني يعزز من قدرات العمال من كفاءات العمال وبالتالي بينعكس على سوق العمل في المستقبل إن شاء الله. كثير من العمال والمهندسين في هاي الشركات هم مميزين فعندهم أفكار إبداعية تحتاج إلى احتضان، فإحنا في الجامعة سوف نحتضن هاي الأفكار في مختبراتنا بحيث العمال إذا كان عنده فكرة يطبقها في الجامعة ومن ثم يعكسها على مكان عمله. في هذا المجال سوف يتم إنتاج حلول في دبي وتكون دبي رائدة في قضية ليس فقط الاهتمام بالعمال والشركات التي تهتم بالعمال وإنما تهتم بتنويع عملية الاقتصاد.